إذا نكمل طلاب محاضرات الكورس الثاني اللي يخص الـ Sewage and Environmental Engineering، وهذه فد إعادة بسيطة لبعض المصطلحات أو الـ Components اللي أخذناها بالمحاضرة الأولى. بداية الـ Wastewater Engineering، هندسة الصرف الصحي، اللي هي تعني أنها أحد أفرع الهندسة الصحية، والتي تهتم بكيفية تجميع مياه الصرف الصحي سواء كانت المنزلية الصناعية أو التجارية من المدن، ومن ثم نقلها بواسطة شبكة أنابيب إلى محطة المعالجة. تقوم محطة المعالجة بتحويل هذه المواد إلى مواد غير ضارة على البيئة قبل أن نتخلص منها في المياه السطحية سواء كانت الأنهار أو البحيرات. ومن ثم المياه المعالجة ممكن أنه يا أما أطرحها أنا بالنهر أو ممكن أسوي لها إعادة استخدام، يسميها Waste Water Reuse. فبالتالي هذا القسم من الهندسة اللي هي هندسة الصرف الصحي راح تشمل ثلاث مراحل. راح ناخذ الـ Wastewater Collection، عملية تجميع المياه، واللي هي تتضمن الـ Sewers، شبكة الأنابيب، الـ Pumping Station، محطات الضخ اللي موجودة ضمن هذه الشبكة، ومن ثم الـ Rising Pipe، هو الأنابيب التي تنقل مياه الصرف الصحي من محطات الضخ إلى محطات المعالجة. ومن ثم راح ناخذ التريتمنت اوف سيوج، معالجه مياه الصرف الصحي باستخدام المعالجه الاوليه والثانويه والثلاثيه، وبعدها الدس دا سجل، وبعدها الديسبوزال او ريوز اوف تريتد ويست ووتر، يعني يا اما نطرح هذه المياه المعالجه او نسوي لها اعاده استخدام. إعادة الاستخدام عادة ثانية أما يكون للأغراض الزراعية أو ممكن أن يكون للأغراض البلدية، مثل تستخدم هذه المياه المعالجة في غسل الطرق أو في غسل السيارات أو في ري مثلا الجزرات الوسطية وما إلى آخره. أكو بعض الدول المتقدمة حاليا تستخدم محطات معالجة جدا متقدمة Advanced Wastewater Treatment، بحيث أن المياه المعالجة ممكن أن تصلح للشرب، مثل ما موجود عندنا في سنغافورة أو موجود عندنا في أمريكا. مصادر المياه اللي ذكرناها هي الدوميستيك ويس ووتر، مياه الصرف الصحي المنزلية، الصناعية، الرينفول، مياه الأمطار، والإنفلتريشن. فأنت وظيفتك أثناء تصميم شبكة مياه الصرف أن تسوي عملية كولكشن أو تجميع لهذه الأنواع الأربعة: مياه الصرف المنزلي، الصناعي والتجاري، مياه الأمطار، ومن ثم تحسب حساب الانفلتريشن اللي ممكن يصير عندك. زين، بالرغم من انه المكونات العضوية والغير عضوية او المواد الصلبة الموجودة بمياه الصرف الصحية تشكل نسبة جدا ضئيلة بحدود 0.1% بالمقارنة مع النسبة الأكبر اللي هي 99.9% مياه، إلا أن هذه المواد يجب أن نتخلص منها قبل ما نطرحها إلى البيئة. والسبب في ذلك يعود لكي تحافظ على الصحة العامة من أخطار التلوث والأمراض التي تحملها مياه الصرف، حماية المياه السطحية والمياه الجوفية من التلوث نتيجة لتسرب مياه الصرف إليها، تقليل التلوث البيئي، وحماية المنشآت والمباني خصوصا الأساسات من مياه الصرف. ضفتهم هسه، ما عندي أي طلبات. نجي هسه على الأنظمة المستخدمة لتجميع مياه الصرف الصحي من المدن. عندي نظامين، النظام الأول نسميه Combined System أو النظام المشترك، والنوع الثاني نسميه Separate System أو النظام المنفصل. فيما يخص النوع الأول النظام المشترك، شنو معناته؟ معناته أنه أنا عندي شبكة أنابيب واحدة وظيفتها تجمع بنفس الوقت مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي الخاصة بالمنازل، يعني النوعين من مياه الصرف راح تدخل في هذه الشبكة. شو وقت استخدم هذا النظام؟ عندما تكون مياه الأمطار قليلة، فتتكون شبكة واحدة كافية لاستيعاب كل التصرفات سواء كانت مال الأمطار أو المنزلية، أو عندما تكون الشوارع ضيقة
فبالتالي ما اقدر انصب او اسوي كونستراكشن فور تو بايبس، يعني فقط عندي انبوب واحد اقدر امد في هذا الشارع. لذلك اني مضطر انه استخدم هذا النوع من الانظمه. ومن مميزات هذا النظام بانه مياه الامطار اللي حجمعها انا ويا مياه الصرف الصحي ايش راح تسوي لك؟ راح اسوي لك تخفيف ديليوشن لتركيز المواد العضويه الموجوده في مياه الصرف، وبالتالي راح تؤدي الى تقليل الحمل العضوي للمياه. النوع الثاني اللي هو السيبريت سيستم، هذا شنو معناته؟ معناته انه انت عندك شبكتين، شبكه خاصه فقط بمياه الامطار، وشبكه خاصه بمن؟ بمياه الصرف الصحي الخاص بالمنازل. هذا شو وقت نستخدمه؟ هذا يستخدم في حاله انه تكون معدلات الامطار بالمدينه اللي انت تصمم لها شبكه مجاري كبيره جدا. فبالتالي ما ممكن انه اني اجي اجمع كل هذه مياه الامطار في شبكه واحده ومن ثم انقلها الى محطه المعالجه، معناته راح تكون عندك الانابيب مالتك جدا كبيره، ومحطه المعالجه تحتاج ان تكون الكباسيتي مالتها جدا عاليه حتى تعالج مياه نظيفه، انت ما تحتاج انه تعالجها، هي مو نظيفه ولكن خلينا نقول بين قوسين نوعا ما نظيفه. فبهذه الحاله اذا كانت كميه مياه الامطار جدا كبيره نلجأ إلى استخدام النظام المنفصل، فنجمع مياه الأمطار في شبكة منفصلة ومن ثم نطرحها مباشرة يا إما في المبازل أو في الأنهار، وشبكة أخرى جانبية وظيفتها تنقل أو تجمع مياه الصرف الصحي الخاصة بالمنازل أو بالمصانع أو بالمناطق التجارية وتضخها إما تحولها إلى محطة المعالجة ومن ثم تطرحها في مياه الأنهار. عموما هذا من عيوب هذا النظام إنه الكلفة الاقتصادية. نعم ما اعرف بدي اضيفهم. اوكي، من عيوب هذا النظام المنفصل سيبريت سيستم انه من الناحيه الاقتصاديه هو جدا مكلف، يعني انت راح تجي تنصب شبكتين بدل ما تنصب شبكه واحده، هاي الحاله الاولى. الحاله الثانيه انه تكلفه معالجه مياه الصرف راح تكون جدا كبيرة. ليش؟ لأن المياه الصرف الصحي هتكون مركزة اللي توصل إلى محطة المعالجة، فبالتالي التكلفة راح تكون نوعا ما عالية. نجي هسه على اليمن على البلانينج أو الباترنز أوف سيور سيستم، يعني شكل الشبكة مالتك اللي أنت قاعد. شكل الشبكة اللي قاعد تصممها. عندنا طبعا احنا عدة اشكال مختلفة من الشبكات، وهذا التغير على من يعتمد طبعا بالتأكيد مثل ما تعرفون انتم شبكة المجاري او شبكة انابيب الشرب هي تعتمد على شنو بالدرجة الاساس؟ تعتمد على المخطط الحضري للمدينة مالتك، يعني على تخطيط الشوارع، فالشبكة مالتك هي تتبع تخطيط الشوارع مالت المدينة مالتك. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية هي بالأساس بما يخص شبكة المجاري تعتمد على ميول الأرض. ليش على تعتمد على ميول الأرض؟ لأن جريان المياه في داخل هذه الأنابيب شلون يكون؟ يكون باي جرافيتي، فأني أستغل إذن ميلان الأرض في نقل أو تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها من المنطقة الأعلى منسوبا إلى المنطقة الأوطأ منسوبا. فعندنا عدة أشكال من السيور سيستم. عندنا الشكل الأول هو الراديال سيستم أو الحلقي. هذه الحالة شو تكون عندك؟ تكون عندك الأرض منحدرة باتجاه عمودي على خطوط الكنتور التي تكون على شكل شبه دائري، بحيث تكون الأرض تميل باتجاه واحد للداخل أو للخارج. يعني شنو؟ مثلا عندك هذا الشكل اللي على اليسار، الخطوط الكنتورية هنا شو تكون على شكل أو ميلان الأرض يكون على شكل دائري، يعني عندنا مركز هذه الدائرة هي تكون أعلى منسوبا بينما محيطها هو الأوطأ منسوبا. فإحنا بهذه الحالة شو راح نسوي؟ نستفاد من ميلان الأرض من الداخل إلى الخارج في تصميم الشبكة مالتي حتى تنتقل المياه باي جرافيتي من المنطقة الأعلى منسوبا إلى المنطقة الأوطى منسوبا، ومن ثم عندي بامبنج ستيشن، محطات ضخ في المناطق الأوطى منسوبا، من عندها لحضخ المياه المن إلى محطة المعالجة. عندي هذا اللي على اليمين بالعكس، المركز هو يكون أوطى منسوبا والمحيط يكون أعلى منسوبا، فلاحظخ المياه بهذه الحالة بالعكس من الخارج المن إلى الداخل، وفي المركز
وفي المركز عندي بامبينج ستيشن، من عندها لحضخ المياه المن الى محطه المعالج. النوع الثاني هو الهوريزونتال سيستم. هذا النظام شو وقت نستخدمه؟ عندما تكون الارض منحدره باتجاه واحد فقط، يعني مثل ما تلاحظون هنا عندي الارض مائله من الاعلى منسوبه اللي هي خط الكنتوري 10 الى الاوطى منسوبه الخط الكنتوري 4، فاستفاد من هذا الميلان هذا الانحدار اجي اخلي الانابيب مالتي بهذا الاتجاه. هذا السهم هو اتجاه جريان الانابيب الصرف الصحي. ومن ثم ايش عندي؟ هنا مين بايب او كولكتر يجمع المياه من هذه الانابيب ويوصلها المن للبامبنج ستيشن، محطه الضخ اللي هي طريقه او راح تضخ المياه باي برجر المن الى محطه المعالجه. Sometimes عندنا الفلات سيستم، هذه الحاله انه الارض تكون مستويه ما بيها ميول واضحه مثل ما عندنا احنا بالمنطقه الوسطى والمنطقه الجنوبيه. فبهذه الحاله راح نقسم المناطق مالتنا الى سكشنز او الى دوائر، كل دائره تقريبا نصف قطرها حوالي 1.5 كيلو متر، ولكل دائره راح اخلي بامبنج ستيشن محطه رفع او محطه ضخ. فمن خلال هذه الدائره راح اجي اصمم الانابيب مالتي بحيث تجمع المياه من الاجزاء المختلفه للدائره والمن توصلها الى محطه الضخ، ومن ثم محطه الضخ المن تنقلها يا اما الى محطه ضخ اخرى او تنقلها الى محطه المعالج. فاذا عندك تقريبا ثلاث انواع من السيورج باترز، النوع الاول الراديال سيستم، النوع الثاني هو الهوريزونتال سيستم، والنوع الثالث هو الفلات سيستم. واضح يا طلاب او الفرق بين هذه الانواع الثلاثه؟ زين، نجي هسه على الكومبوننت اوف سيورج سيستم، مكونات نظام الصرف الصحي من شنو يتكون. عندنا اول شيء احنا شبكة تجميع مياه الصرف السيور بايبس، وهذه السيور بايبس لها اسماء مختلفة حسب وظيفة كل بايب وحسب نوعا ما يعني قطر البايب. مثلا على سبيل المثال هذه منطيكم اني جزء مقتطع من مدينة معينة، واضح بهذا الجزء عندنا هنا هذه المنازل او سواء مستشفى او مدرسة او whatever، عندي هذه الطرق مالتها الشوارع الستريت. ففي منتصف الشوارع او على الجانب عاده على الجانب الايمن هو يوضع شبكات الانابيب. فالانابيب اللي تنقل المياه من المنازل او سواء او المستشفى او الجامعه الى الانبوب الرئيسي اللي موجود بالشارع، هذه الانابيب شو نسميها؟ نسميها اللاترالز، لاترالز بايب. الانبوب الرئيسي اللي موجود بالشارع اللي يستقبل من اللاترالز بايب شو نسميه؟ نسميه المين بايب. هذا المين بايب ولا حيصب؟ حيصب انبوب ذو قطر اكبر رئيسي في الشارع الرئيسي في الشارع العام، هذا شو نسميه؟ نسميه ترانك. وهذا الترانك بدوره همين راح يصب بترانك اكبر اللي هو ينقل المياه الى محطه الضخ، عاده نسميه مين ترانك. فمثل ما تلاحظون عندي هنا لاترال بايب تنقل المجاري المن للمين بايب بالشارع، المين بايب ينقل المجاري يوصلها المن للترانك، الترانك ينقلها المن الى مين ترانك او نسميه احنا الانترسبتر سيورز، يعني اكو اختلافات بين المصادر. فعموما هي انواعها اللي موجوده عندنا لاترال سيورز، كولكتر، ترانك اند مين ترانك. من ضمن الشبكه ايش عندنا يعني بالاضافه الى البايبس الى الانابيب؟ عندي مان هولز اند انسبكشن تشامبرز. نرجع لهذا الرسم مالتنا، عندي هنا هذا هو مان هولز، عندي هنا كذلك مان هولز، هذا مان هولز، هذا مان هولز، هذا مان هولز. وظيفة هذه المان هولز هو من يكون عندي اريد اربط تو بايبس باقطار مختلفة او بميل مختلف، او من يتغير عندي اتجاه الجريان. اذا تتذكرون احنا بالكورس الاول فيما يخص الربط بين الانابيب الشرب، ايش كانت عندنا؟ شلون اربط بين تو بايبس بقطرين مختلفين؟ يعني مثلا اكبر ويا واحد اصغر. كانت عندي شنو؟ كانت عندي فيتنجز، يعني مثلا كان عندي ريديوسر ممكن انه اربط الانبوب ذو القطر الاكبر مع الانبوب ذو القطر الاصغر، او بالعكس اللارجر، او كان عندي كذلك تي سكشن، عندي واي سكشن، هاي كانت موجوده بالانابيب الشرب. هنا ما عندي هيك شيء يعني بانابيب المجاري. حتى اربط التو بايبس استخدم المان هولز. عندي كذلك السيوج بامبنج ستيشن، محطات الضخ اللي هي تستلم المياه باي جرافيتي ومن ثم تضخها تحت تاثير الضخ، تحت تاثير المضخه المن الى محطه المعالجه.
البايب اللي بعدين اللي ينقل المياه من محطة الرفع أو محطة الضخ إلى محطة المعالجة شو نسميه؟ نسميه السيوج ريسنج فورس بايب. ومن ثم ايش عندي؟ عندي الويست ووتر تريتمنت بلانت أو محطة المعالجة. هذا الشكل هو يعطينا نموذج لأحد الأنابيب المستخدمة في الصرف الصحي. كل أنبوب من أنابيب الصرف الصحي بي تو إند، بي نهايتين. إحدى هذه النهايات اللي هي تكون أوسع، شو نسميها؟ نسميها بالبيل. والنهاية الأخرى شو نسميها؟ نسميها السبايجوت. فمن أريد أربط تو بايز طبعا بنفس القطر، من يكونون بنفس القطر مع بعض، إيش راح يصير؟ راح يصير البيل مال الأنبوب الأول ويا من يلتقي؟ راح يلتقي ويا السبايجوت مال الأنبوب الثاني، يعني بهالشكل هذا. نجي هسا من ناخذ سكشن لهذا البايب ونشوف الأسماء المختلفة اللي راح نستفاد من عندها أثناء التصميم أو أثناء الكونستراكشن. الجزء العلوي من البايب هذا شو نسميه؟ نسميه بالكراون أو التاج الأنبوب. الجزء السفلي نسميه بالإنفيرت. السنتر لاين نسميه السبرينج لاين. وهذا الجزء من البايب اللي هو الربع شو نسميه؟ نسميه هاونج. فيما يخص المطابق أو غرف الاستكشاف أو اللي سميت لكم إياها أنا بالمان هولز، هي عبارة عن مجموعة غرف تستخدم على طول خطوط الصرف لإجراء عمليات الفحص الانسبكشن والتنظيف الكلينينج وكذلك الصيانة المينتيننس، بالإضافة إلى النقاط اللي ذكرتها. يعني أنا من خلال المان هولز اللي موجودة على امتداد الشارع أجي أقدر أسوي عملية صيانة تنظيف، أقدر أسوي عملية انسبكشن فحص، أشوف الأنبوب البيكلوجينج الأنابيب المسدودة عندي وين، حتى اسوي لها تنظيف او اسوي لها صيانه مينتينس. زين، اماكن هذه المان هولز كيف تحدد؟ المكان الاول هو ات سيور انترسكشن. يعني شنو ات سيور انترسكشن؟ يعني في التقاطعات، تقاطعات الانابيب. مثلا نرجع على هذا، هاي هنا عندي تقاطعات بين هذا البايب والبايب الرئيسي، هنا عندي تقاطع بين هذا البايب والبايب الرئيسي، هنا كذلك، هنا كذلك، هنا عندي كذلك تقاطع بين مجموعة بايبات، هناك أربعة بايبات، ثلاثة تدخل إلى المانهول وبايب رابع يخرج من المانهول. فإذا هذا المكان الأول عنده تقاطعات الأنابيب. المكان الثاني a change of sewer direction، عنده تغير اتجاه منه، اتجاه المجرى. يعني مثلا هنا كان اتجاهه بهذا الاتجاه من اليمين، العفو من اليسار إلى اليمين، ومن ثم هنا من الأعلى إلى الأسفل. هنا لازم إذا أخليه مانهول، ما عندي إيلبو بقياس 90 مثل ما كان عندي موجود في شبكة أنابيب المياه. هنا ما عندي هذا الإيلبو، هذا العكس، فأستخدم هذا المانهول. أو ممكن أن أستخدم شو وقت عندي تقول تغير بالدايميتر، تو بايبس كل أنبوب الدايميتر مالته أكبر أو أصغر من الثاني. أو السلوب احتمال يكون عندي تغير بالميل الأنابيب، يعني الأنبوب الأول ميله يختلف عن الأنبوب الثاني. أو الماتيريالز، يعني احتمال يكون عندك بايب من البلاستيك لازم أربطه ويا بايب من الكونكريت، شلون أربطهم؟ باستخدام المانهول. أو النقطة الأخيرة at maximum allowed distance، هذه defined for pipe diameter. عادة هذه تحدد على شنو؟ من يكون عندك بايب بقطر واحد، بقطر ثابت، مثلا هسه هذا البايب ما عندي تقاطعات ويا غير أنابيب، فتقريبا بين كل 150 إلى 200 متر المفروض شو يكون عندي؟ المفروض يكون عندي مانهول. وهذه المسافة من يحددها؟ يحددها قطر الأنبوب مالته، الدايميتر. فكل ما كانت الأقطار مالتنا أكبر، كل ما كانت هذه المسافة بين مانهول ومانهول أكبر. واضح طلاب؟ زين، نجي هسه على شكل المانهول، كيف يكون شكله. هذه المانهولات يعني أفقيا هي عادة يا اما تكون شكلها دائري او تكون مستطيل او تكون مربع، بس يعني من نجي ابو عليها التوب فيو. عموما الاكثر استخداما هي ذو المسقط الافقي الدائري. ليش؟ لان المسقط الافقي الدائري يتحمل اللاترال لودز، الحمل التربه الجانبي اللي يحيط بالمانهول. وكذلك يعني ممكن ان استخدمه في المانهول ذات الاعماق الكبيرة. فلذلك أغلب المانهولات اللي نستخدمها إحنا ذات الأعماق الكبيرة هي تكون من النوع الدائري. فإذا تلاحظون من خلال هذا الفيجر أو من خلال هذا الرسم، المانهول يتكون من الأجزاء التالية. عندي الكفر الفريم اللي هو يكون مع منسوب الشارع، ومن ثم عندي الكون
بعد الكون يتكون عندي جسم المانهول، المفروض عندي بالمانهول تكون متواجدة ستيبس أو سلالم، من خلال هذه الستيب والسلالم ممكن أن يصعد أو ينزل عمال الصيانة لغرض التنظيف أو لغرض الكشف على الانسدادات في داخل البايب. قاعدة المانهول تكون مائلة باتجاه السنتر، وسنتر المانهول راح يحتوي على شنو؟ يحتوي على كير، وظيفته تقريبا عبارة عن شكل منتصف بايب، نصف بايب كأنما، وظيفته تجميع المياه من الأنابيب المختلفة من الاتجاهات المختلفة وضخها علما بالأنبوب الخارج من المانهول. بعض الأحيان شو يصير عندك؟ يصير عندك من يلتقي أنبوبين بس الأعماق بين هذه الأنابيب جدا عميقة، يعني عمق الأنبوب الأول يختلف عن عمق الأنبوب الثاني. فش أسوي؟ أسوي نوع من المانهولات احنا شو نسميه؟ نسميه بالدروب مانهول، حتى أصل الأنبوب ذي المنسوب الأعلى بالأنبوب ذي المنسوب المنخفض، وشكله يكون بالشكل التالي. هذا البايب اللي يكون منسوب أعلى من البايب الآخر اللي راح يخرج من المانهول، فشكل الدروب مانهول يكون بالشكل التالي مثل ما واضح عندكم. هذه طبعا الأشكال هي يعني فقط للاطلاع، حتى تشوفون شلون أنواع المانهولز المختلفة وكيفية ربط الأنابيب مع المانهول. نجي على أنواع الأنابيب المستخدمة لتجميع مياه الصرف الصحي. عندنا النوع الأول هو الفيتريفايد كلاي، أو الطين المزجج أو الفخار. هذه سابقا كانت تستخدم أكثر أنواع الأنابيب المستخدمة. ليش؟ أولا لأن هي اقتصادية الناحية الأولى، الناحية الثانية من أكثر الأنابيب المقاومة للكبريتات. الكبريتات مين تتكون عندي بأنابيب الصرف الصحي؟ عندي أنا مياه الصرف الصحي تحتوي على الكبريتات وتحتوي على البكتيريا. البكتيريا شو تسوي؟ راح تحول هذه الكبريتات المذابة إلى H2S، إلى كبريتيت الهيدروجين. يصعد كبريتيت الهيدروجين لمن؟ إلى سطح الأنبوب. بسطح الأنبوب عندك أكسجين وعندك نوع آخر من البكتيريا، راح يحول هذا الـ H2S إلى H2SO4، حامض الكبريتيك، واللي هو عبارة عن حامض يسبب تآكل الأنبوب، فتحتاج أن تسوي عملية حماية لهذه الأنابيب ضد هذا التآكل. فهذا النوع اللي فيتريفايد كلاي يكون مقاومته جدا عالية. النوع الثاني هو البي في سي، البولي فينايل كلورايد، الأنابيب البلاستيكية واللي هي الأكثر استخداما بالوقت الحالي. عندنا كذلك الكاست ايرون، أنابيب الآهين، وعندنا الدكتايل ستيل، الفايبر جلاس، والكونكريت بشكلها البلين يعني بدون تسليح، أو الرينفورسد المسلحة، أو البري ستريس مسبقة الجهد، أو البري كاست مسبقة الصب. هاي هي الأنواع المختلفة من البايبس اللي نستخدمها احنا في الشبكات. فيما يخص الكونكريت، عادة هي هسه حاليا أغلب المستخدمة هي من نوع البي في سي البلاستيكية، بس المين بايب عادة هذا الرئيسي اللي يجمع المياه من المدينة ككل عادة يتم استخدامه من الكونكريت اللي تكون بأقطار جدا جدا كبيرة. نجي هسه لحساب السيور ديسشارج، أو تصريف مياه الصرف الصحي المطلوب من عندك ان تجمعها وتنقلها الى محطة المعالجة. هذه عادة تتراوح من 80 الى 90% من منو؟ من الووتر كونسبشن، من الاستهلاك المائي. ليش؟ لان مو كل المي اللي نقلته للمدينة راح يتحول الى مياه صرف صحي، جزء من عنده راح استخدمه اني بالزراعة او بغسيل الشوارع، فما راح يتحول الى مياه، يعني ما راح يروح الى شبكة المجاري. فقط 80 الى 90% من عنده راح يتحول الى مياه صرف صحي. عموما احنا خلينا نتفق من هسه انه راح نستخدم النسبة 80% حتى تكون جميع اجابات الطلبة ثابتة بالامتحان. فمن تيجي تحسب كمية مياه الصرف الصحي راح تاخذ النسبة شقد؟ 80% من الووتر كونسبشن. فمن تيجي تحسب الكيو افريج، كمية معدل مياه الصرف الصحي، ايش راح تكون؟ راح تكون 0.8 في عدد السكان في الووتر كونسبشن. زين، بما انه الووتر كونسبشن هو غير ثابت خلال اليوم، عندي تغير او فلوكتويشن، فبالتالي مياه الصرف الصحي اللي هي تتبع الووتر كونسبشن كذلك راح تكون متغيره. يعني راح تكون عندي اوقات معينه من اليوم يكون بها وقت ذروه كميه مياه الصرف جدا عاليه، وعندي اوقات من اليوم راح تكون بها كميات مياه صرف جدا قليله. اوكي، فاذا انت من تصمم الانابيب مالتك المفروض تاخذ بنظر الاعتبار البيك فلو والمينيمم فلو. زين، شلون نحسب هسه البيك فلو؟ البيك فلو فاكتور معامل ساعة الذروة نحسبه من خلال المعادلة التالية. البيك فاكتور حيكون الماكسيمم اوف، يا اما اعلى 18 زائد تحت الجذر بي على 4 زائد تحت الجذر بي، او 5 على بي للاس 1 على 6. شوف منو الاكبر من هاي المعادلتين، اللي حيكون هو منو؟ هو معامل
ساعة الذروة. ومن ثم نعم بالمناسبة البي عدد السكان هنا بالآلاف، يعني إذا كانت 50 ألف قد أستخدم عدد سكان 50، إذا كانت 100 ألف قد أستخدم عدد سكان 100 وإلى آخره. ومن ثم أجي أحسب الكيو ماكسيموم، مش راح تكون، هذا البيك فاكتور اللي حسبته multiplied by منو by الكيو افرج اللي حسبته من خلال المعادلة التالية. هذا استفاد من عند الكيو ماكسيموم بشنو؟ في الحصول على قطر الأنبوب أو في تصميم الدايميتر مالتي الباي. نجي هسه كيفية حساب معامل أقل تصريف المينيمم فلو فاكتور. هذا نحسبه من خلال المعادلة التالية: 0.2 في البوبوليشن للأس 1 على 6، والبوبوليشن كذلك تكون بالآلاف. ومن ثم الكيو مينيمم أثناء تصريف بيمر بالشبكة، ايش راح يكون؟ راح يكون عبارة عن البيك المينيمم فلو multiplied by الكيو افرج. هذا بشنو استفاد من عنده؟ استفاد من عنده في عمل تشيك او تدقيق لاقل سرعه للمينيمم فيلوسيتي، لان هسه لاحظت مثل ما تلاحظون، راح اذكر لكم بالمحاضره، المفروض المياه تجري في داخل الانابيب ضمن رينج محدد، يعني عندك مينيمم فيلوسيتي وعندك ماكسيمم فيلوسيتي، المفروض ما تقل عن المينيمم وما تزيد عن الماكسيمم. زين، الموضوع الاخر المفروض يؤخذ نظر الاعتبار اثناء التصميم هو التالي: اول شيء الشبكه مالتك انت، هل هي من نوع الكومبايند او من نوع المنفصل؟ اذا كانت الشبكه مالتك من نوع السيبريتد، من النوع المنفصل، فبهذه الحاله يعني راح تصممها فقط علما لمياه الصرف الصحي. فهذه شو نسميها؟ الجريان اللي يجري بهذه الشبكه نسميه دراي وذر فلو، يعني المياه اللي تجري هي فقط مياه صرف صحي، سواء كانت منزلي او صناعي او تجاري. فبهيج حاله الكيو ماكسيمم مال الدراي وذر فلو راح يكون؟ راح يكون البيك فاكتور في الكيو افريج، هسه مثل هذا اللي حسبناه من هاي المعادله، بلس الكيو انفلتريشن، احتمال يصير عندك انفلتريشن فتجمعه وياه، راح يعطيك الكيو ماكسيمم مال الدراي وذر فلو اللي على اساسه راح تصمم الشبكه مالتك المنفصل السيبريتد. الكيو مينيمم في هذه الحاله ايش راح يكون؟ راح يكون البي مينيمم في الكيو افريج، هو نفسه هذا البي مينيمم في الكيو افريج. زين، في حاله كان عندك الشبكه مالتك من نوع الكومبايند، يعني شنو كومبايند؟ يعني عندك مياه الامطار ومياه الصرف الصحي نفس الشبكه تجمعها، فهذا النوع من التصريف شنو نسميه؟ نسميه ويت وذر فلو، يعني عندك مياه صرف صحي بالانبوب زائد مياه امطار. فالكيو ماكسيمم بالويت ويذر فلو يعني اقصى مياه، اقصى تصرف مياه ممكن ان يمر بالانابيب، ايش وقت راح يصير عندك؟ من يكون عندك ماكسيمم مياه صرف صحي، ومن يكون عندك شنو؟ مياه امطار. يعني من تمطر، من يكون عندك مياه امطار وماكسيمم مياه صرف صحي بلس الانفلتريشن، راح يكون عندك الماكسيمم ويت ويذر فلو. بينما المينيمم ويذر فلو في الكومبايند سيستم ايش راح يكون عندك؟ هو نفسه مساوي المن للبي مينيمم في الكيو افريج، نفس الكيو مينيمم في حاله السيبريتد سيستم. واضحه عندكم طلاب؟ زين، السرعه ليش نعم اي كلها تقسموها؟ لا 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 لا، هذه عدد السكان. ليش عدد السكان؟ ليش؟ خوش ملاحظه. اني من اريد احسب الووتر كونسبشن مال مدينه معينه، شلون احسبه؟ بالضبط، استهلاك الشخص الواحد في عدد السكان. يعني اذا كان استهلاك الشخص الواحد 200 وعدد السكان 1000، فاذا ايش قد استهلاك المدينه؟ 200 في 1000، 200 في 1000، اي اذا هذا الاستهلاك الكلي للمدينه. اذا هاي ال 200000، خلينا نقول لتر بير داي، 80% من عندها راح تتحول الى مياه صرف صحي، اضربها في 0.8، فايش راح تعطيك؟ راح تعطيك الكيو افرج. شلون؟ طبعا ما تقسمها، شلون تقسمها؟ لان هو انت بدك تحسب استهلاك مع المدينه. واضح؟ جيد. نجي هسه على السرعه، ليش السرعه المفروض تكون اكبر من 0.6 متر بير سكند واقل من 1.5 متر بير سكند؟ لازم تكون اكثر من 0.6 بير متر حتى شنو؟ حتى يصير عندك سيلف كليننج،
شنو معناته سيرفي كلينينج؟ يعني المياه من تجري في داخل الأنبوب إذا كانت جدا بطيئة، المواد الصلبة راح تترسب في قاع الأنبوب. بمرور الوقت هاي الترسبات ايش راح تسوي لك؟ راح تسوي لك كلوجينج، انسداد البايب. فإذا كانت السرعة بطيئة راح تترسب المواد في قاع الأنبوب. إذا المفروض السرعة تكون أكبر من 0.6 حتى ما تصير هذه الترسبات، حتى المواد الصلبة تنجرف مع المياه. واضح؟ وبنفس الوقت لازم تكون أقل من 1.5 متر بير سكند، حتى شنو؟ حتى نمنع تآكل الأنبوب من الداخل. إذا كانت سرعة جريان المياه في داخل الأنبوب جدا عالية، أكثر من 1.5 متر بالثانية، هاي السرعة العالية إيش راح تسوي لك؟ راح تسبب لك تآكل للبايب للأنبوب، فبالتالي راح يقل عمر التصميم. فإذا المفروض تكون أقل من 1.5 متر بير سكند. فإذا أثناء التصميم إحنا من نصمم راح نسوي تشيك للمينيمم فيلوسيتي وللماكسيمم فيلوسيتي، المفروض تكون ضمن هذا الرينج. نعم لان هي مياه الصرف ايش تحتوي؟ المكونات مال مياه الصرف ايش قلنا؟ قلنا تحتوي على مواد صلبه، هذه المواد الصلبه مختلفه، بيها قطع بلاست. شلون؟ بالضبط بالضبط بالضبط، يعني نتيجه لاحتكاك هذه المواد الصلبه ويا جدران الانبوب الداخليه من تجري بسرعه جدا عاليه، فراح تبدي يعني تسوي له ايروجن، تاكل تسوي له. زين نجي هسه على الميل. اول شيء احنا قلنا كيف ننقل مياه الصرف الصحي في شبكه المجاري؟ باي يعني باي جرافيتي. بالضبط، تحت تاثير الجاذبيه. زين حتى انقل المياه باي جرافيتي الانبوب مالتي لازم شيء يكون يعني بين نقطة A ونقطة B، حتى تنقل المياه من نقطة A إلى نقطة B شلون لازم يكون البايب مالتي؟ أحسنت أحسنت، مائل باتجاه البي، لازم يكون بي ميلان. بعدين أريد أنقلها من بي إلى سي، لازم شو يصير؟ هذا الميلان مالتك شو بيه؟ يستمر. بالضبط، أها بالضبط. فإحنا هسه بعدين راح نشوف. بالضبط، لازم يكون عندك أحسنت، مائل باتجاه النقطة اللي أريد أجمع بيها أني شنو؟ أجمع مياه الصرف. فاحنا نبدي من ابعد نقطه يعني، او من اول نقطه اريد اجمع منها المياه، راح تكون هذه النقطه اعلى منسوبا، والنقطه الاخيره اللي تتجمع بها المياه راح تكون اوطا منسوبا. هاي النقطه الاوطا منسوبا هي يا اما راح تكون محطه المعالجه نفسها، يا اما محطه المعالجه نفسها، او شو تكون عندي محطه ضخ او محطه رفع، من عندها راح ارجع اضخ المياه المن مره اخرى الى نقطه شوي اعلى، وبعدين يبدي ميل اخر، ميل جديد. واضح طلاب؟ زين فهذا الميل، هذا الميل استفاد من عنده جهد الامكان انه يكون ضمن ميول الارض الطبيعيه. ليش؟ مثل ما قلت لكم شوفتكم بالبدايه الباترز اشكال الشبكه لازم تكون يعني استفاد من ميل الارض بيا اتجاهيه مايله، فحتى الشبكه ما تكون بهذا الاتجاه. حتى شنو؟ حتى أقلل كميات الحفر والردم بأكبر قدر ممكن، لأن أنا إذا كانت عندي الأرض مالتي مستوية وقلنا أول نقطة راح تكون أعلى منسوبا والآخر نقطة راح تكون أوطأ منسوبا، فكل ما أنتقل من النقطة A إلى نقطة B الحفر إيش يصير بيه؟ دي يزداد. بينما لو كانت الأرض هي أوردي مايلة من نقطة A إلى نقطة B ماكو زيادة عندي بالحفر، راح استفاد من الميلان نفس. واضح طلاب؟ زين هاي الشغلة. الشغلة الثانية استفاد من الميل في تحديد السرعات الدنيا والقصوى كذلك، وكذلك قطر الأنبوب والتصريف الذي يحمله. عموما الأقل ميل الـ S minimum المفروض يكون أكبر من الواحد على الفاي الدايميتر مالت البايب بوحدات المليمتر، هذا يكون هو أقل اسلوب يمكن ان يربط لك بين نقطتين. نيجي هسه الاس هو اقل ميل بين نقطتين، المينيمم سلوب لازم يكون اكبر من حاصل قسمة الواحد على الدايمتر مال البايب اللي دا تسوي له انت الميل نفسه. ننتقل هسه الى السيور هيدروليكس او هيدروليك الهيدروليكيا انابيب الصرف الصحي. احنا ايش قلنا؟ قلنا انه 99.9% من مياه الصرف الصحي هي عباره عن شنو؟
عبارة عن مياه، لذلك راح تنطبق عليها قوانين هيدروليك المياه. زين، وبعدين قلنا انه شبكة المجاري تتكون من نوعين من الانابيب، نوع تصير به المياه باي جرافيتي تحت تأثير الجاذبية من الأعلى منسوبا إلى الأوطى منسوبا، وهي سميناها بالكولكشن سيور، أنابيب التجميع. أوكي، وين توصلها؟ توصلها إلى محطة الضخ، باي جرافيتي راح توصل إلى محطة الضخ، سميناها بالأنابيب ذات الانحدار التثاقلي أو الجرافيتي باي. من توصل إلى محطة الضخ بعدين راح تضخ المياه، هي بامبنج ستيشن، من بامبنج ستيشن راح تضخ المياه إلى محطة المعالجة أو إلى محطة ضخ أخرى. هنا بهذه الحالة النوع الثاني من الأنابيب المياه اللي حتصير تحت تأثير شنو؟ بالضبط، تحت تأثير ضغط المضخة. هذا النوع من الأنابيب نسميه الرايسينج بايب، وبهذه الحالة النوع من الأنابيب شلون يكون؟ حيكون مشابه لأنابيب شبكة المياه اللي أخذناها. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا إحنا إنه الاستهلاك الماء خلال اليوم الواحد شبيه متغير، الصبح يكون عالي، الظهر يكون قليل، بعدين يرجع المساء يكون عالي، بعدين بالليل شي يكون قليل. فإذا بنفس الحالة مياه الصرف الصحي راح تكون الصبح جدا كثيرة، الظهر قليلة، المساء جدا كثيرة، وترجع تقل. فإذا عندك أوقات من اليوم كمية المياه تكون عالية، وأوقات من اليوم كمية المياه شو تكون؟ تكون قليلة. هذا شنو معناته؟ معناته إنه عند البايب مالتك إذا تجي تاخذ سكشن، تاخذ سكشن للبايب مالتك، ايش راح يطلع لك؟ راح يطلع لك دائره، صح؟ زين، هاي الدائره شنو راح تشوف؟ انه مثلا خلال فتره الصباح راح تكون احتمال الدائره مالتك ممتلئه بالمياه، والظهر احتمال شو تكون؟ تكون نصف الدائره او ثلثها او ثلاث ارباعها ممتلئ بالمياه. فمن اللي حتكون من اللي حتكون ربعها او نصفها او ثلاثة ارباعها ممتلئ بالمياه، هذا النوع من الانابيب مش راح نسميه partially full or open channel، يعني جزئيا ممتلئه، الانابيب مالتك جزئيا ممتلئه. فاحنا عاده من نصمم الانابيب مالتنا نحاول جهد الامكان انه شو تكون partially full. ليش تكون partially full؟ اول شيء قلنا السبب ليش يكون بارشل فول، السبب انه نتيجه لانه تغير الاستهلاك المائي خلال اليوم الواحد. شغله ثانيه حتى تسهل لي عمليه الكشف على الانابيب وصيانتها. الشغله الثالثه حتى امنع حدوث التفاعلات اللاهوائيه الانايروبيك رياكشن اللي تسبب لك مشاكل كبيره للانابيب وللصحه العامه. اذا بما انه هذا النوع من الانابيب سميناه البارشلي فول او الاوبن شانل، راح نجي نستخدم يا معادله في حساب التصريف او في حساب السرعه، راح نجي نستخدم معادله مانينج ايكويشن في تصميم انابيب الصرف الصحي، واللي هي شو تقول؟ تقول 1 على ان ار للاس 2 على 3 اس للاس نص، الفي هي الفيلوسيتي وحداتها المتر بير سكند، الان هو المانينج كوفيشنت معادل مانينج وحدات بين 0.01 وال 0.017، الار هو الهيدروليك راديوس يعني نصف القطر الهيدروليكي، واللي هو شيء يمثل الويتد اريا على الويتد بريميتر يعني المساحه المبتله على المحيط المبتل. ارجع لي على السكشن مالت البايب، المثال اللي ضربت لك اياه اللي قلت لك هو على شكل دائره، إذا كان البايب ممتلئ بالكامل فالمساحة الويتد اريا ايش راح تكون؟ راح تكون مساحة الدائرة نفسها، والويتد بريميتر المحيط المبتل ايش راح يكون؟ هم محيط الدائرة، هم يعني محيط الأنبوب نفسه اللي هو محيط الدائرة. فإذا إذا كان ممتلئ البايب الهيدروكريدي ايش راح يصير؟ راح يصير باي دي سكوير على 4 على باي دي، ايش راح يبقى عندك؟ راح يبقى عندك دي على 4، هذا في حالة شنو؟ في حالة البايب ممتلئ. زين، هسه إذا كان البايب مالتك غير ممتلئ، يعني مثلا خلال فترة الظهر فقط نصف البايب به مياه صرف صحي، المساحة تصير نصف الدائرة، والمحيط ايش راح يصير؟
هامله حيصير نص الدائره. اوكي ممتاز زين. اذا كان ايش راح يصير؟ راح يصير باي دي سكوير على 4 تقسيم 2 بالضبط. لا لا باي دي سكوير على 4 على 2 يعني باي دي سكوير على 8، والباي دي هم تقسم على 2 يعني المحيط هم لازم تقسم على 2 بالضبط بالضبط زين. اذا كان عندك ثلث الباي ممتلئ، لا مو لا 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 ما يصير ثلث. لازم شو تسوي؟ لازم تجي تحسب المساحة المبتلة ولازم تجي تحسب المحيط المبتل. زين إذا كانت 3/4 ممتلئ هم لازم تجي تحسب المساحة المبتلة ولازم تجي تحسب المحيط المبتل. فايش راح تصير عندك؟ شلون تحسب المساحة المبتلة والمحيط المبتل؟ لازم تجي تشوف الزاوية ثيتا اللي هي من سنتر لاين البايب المن إلى سطح الى سطح الليفل مال الووتر مالتك نفسه. يعني حتصير عندك بعد عمليه حسابيه معقده نوعا ما. اوكي اوكي زين. هسه بهيج حاله شو اسوي اني حتى استخدم معادله مانينج اكويجن؟ حتى استخدم معادله مانينج اكويجن نستخدمها من تكون الانابيب ممتلئه بالكامل. يعني شنو؟ يعني فول، الانبوب فول. فالفيلوسيتي اللي استخرجها من معادله مانينج والتصريف اللي يستخرجه من معادلة مانينج شو نسميه؟ نسميه كيو فول والفيلوسيتي فول. اوكي ومن خلال الفيلوسيتي والكيو فول اقدر احصل منه، اقدر احصل الدايميتر مال الانبوب مالتي، قطر الانبوب مالتي. زين بس انا شفت انه الانبوب مالتي احتمال ما يكون فول، يعني اغلب الاحيان راح يكون بارشالي فول، احتمال ثلث، احتمال نص، احتمال 3/4. فإذا السرعة والتصاريف الأكتوال أو الحقيقية اللي دا تجري بالبايب هي مو فول، هي بارشالي، صح؟ فحتى أجي أستخدم أو أحول هذه الفي بارشالي أو الكيو بارشالي وأجي أستخدمها بمعادلة مانينج، لازم شنو؟ لازم أحولها من بارشالي إلى شنو؟ لازم احولها من بارشالي احولها الى فول. زين كيف احول الفي اكتوال او الفي بارشال الى في فول والكيو اكتوال او الكيو بارشال الى كيو فول؟ من خلال استخدام منحنيات خاصه ب مانينج. شكل المنحني يكون بالشكل التالي. المنحني الاكس اكسس يعطيك نسبه الفي اكتوال او في بارشال على الفي فول، وكذلك الـ Q Actual أو الـ Q Partial على الـ Q Full. الـ Y Axis ايش يعطيك؟ يعطيك النسبة بين عمق المياه الـ D Small Letter في داخل الأنبوب المن إلى قطر الأنبوب نفسه الـ Diameter الـ D Capital Letter. فعنده نسبة أي عمق معين، عند نسبة أي عمق معين على سبيل المثال نسبة عمق المياه في داخل الأنبوب إلى قطر الأنبوب نفسه طلعت عندك 0.6، هاي النقطة 0.6. أجي أسقط من هذه النقطة إلمن إلى الكيرف الأول، هذا الكيرف اللي هو كيرف الديسشارج، ومن ثم أنتقل عموديا إلى الواي أكسس. شو راح أحصل؟ راح أحصل نسبة الكيو بارشال على الكيو فول. أنا عندي الكيو بارشال، شو حصلت؟ حصلت لي كيو فول. اوكي او نرجع على البوينت 6. من البوينت 6 اجي اسقط افقيا على الكيرف مال الفيلوسيتي، هذا الكيرف الثاني هو الكيرف الفيلوسيتي، وانتقل عموديا على الاكس اكسس راح يعطيني نسبه الفي اكتوال على الفي فول. حصلت هاي النسبه وعندك انت الفي اكتوال، ايش حصلت؟ راح تطلع الفي فول. صار عندك الفي فول معلوم والكيو فول معلوم، ترجع تستخدمهن مانينج اكويجن تقدر تحسب قيمة الدايميتر مال البايب اللي راح تصممه. واضح؟ فالدي السمول لتر الدي هاي اللي تلاحظوها هنا هي شو تمثل لك؟ تمثل عمق المياه في داخل البايب، هذا هو البايب مالتك، هاي الدائرة هي تمثل لك البايب. فالدي السمول لتر تمثل عمق المياه في داخل البايب، والدي كابتل لتر شو تمثل لك؟
بالضبط تمثل لك قطر الباي، قطر الباي. فعند كل نسبة راح تحصل قيمة الكيو على الكيو فول والفي على الفي فول. لاحظ تلاحظون عندي خطين بالنسبة للدسشارج وعندي خطين بالنسبة للفيلوسيتي. الخط هذا ان تكون variable with depth، والخط هذا تكون ان constant. عموما انا الكيرف اللي راح اعطيكم اياه حتكون من النوع الواحد هو الكونستانت الثابت اللي هو هذا الاول، ومن خلاله شو تسوي؟ تجي تحسب هذه النسب الكيو على الكيو او الفي على الفي. زين، ها هي الحالة الأولى هسه اللي شرحتها لكم. من خلال نسبة عمق المياه إلى القطر أقدر أحصل الـ Q actual على الـ Q full، وأقدر أحصل منه الـ V actual على الـ V full. زين، في حالة إنه كان عندك معلوم بالعكس الـ Q actual على الـ Q full، هنا عندك هاي النسبة معلومة. فإذا أنتقل عموديا إلى الكيرف مال الـ discharge، ومن ثم أفقيا إلى الكيرف مال الـ velocity، انتقل عموديا على الاكس اكسس راح احصل نسبة الفي اكتوال على الفي فول. واضح؟ زين، فاذا اذا كان عندك معلوم اف جيفن التصريف والفيلوسيتي التصريف الحقيقي اللي ديمور بالبايب شنو معناته؟ يعني معناته هذا يا تصريف ويا فيلوسيتي. لا 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 لا، هذا الحقيقي. شنو يعني الحقيقي؟ يا هو يعني الاكتشوال يعني البارشال. اوكي، لان هذا شو وقت يعطيك اياه؟ يعطيك اياه دي اوفر دي. يعني ايش يقول لك؟ شو يقول لك؟ يقول لك مثلا يابا انه التصريف هذا البايب ينقل تصريف كذا بسرعة كذا عندما تكون النسبة بين عمق المياه الى القطر الانبوب مثلا 3/4. معناته شنو؟ معناته انه البايب 3/4 ممتلئ، فهذا التصريف وهاي الفيلوسيتي هي الاكتشوال اللي اذا تمر بالبايب. فقط من يقول لك، فقط من يقول لك انه يحمل تصريف ات فول معناته هذا الكيو فول، من يقول لك السرعه ات فول معناته هذه الفيلوسيتي فول. واضح؟ فاذا كان مطيك الكيو اكتوال والفي اكتوال والدي اوفر دي من خلال هذا الفيجر، ايش راح احصل؟ عندي هاي، انا عندي الدي اوفر دي، عندي الدي اوفر دي هذه، اجي على الدشارج انزل راح تعطيني نسبه الكيو على الكيو فول. هو منطيني الكيو الحقيقية الاكتوال، ايش حصلت؟ حصلت الكيو فول. كذلك اجي احصل من خلال الدي اوفر دي عندي الفي اكتوال منطيني اياها، هو حصلت هذه النسبة راح احصل منه حصل الفي فول. صار عندك معلوم كيو فول، معلوم عندك الفيلوسيتي فول، اجي استخدم معادلة مانينج اكويجن. هاي المعادلة ايش راح احصل؟ راح احصل قيمة الدايمتر قطر الانبوب. واضح طلاب؟ أحد عنده سؤال أو استفسار؟ جيد، إذن أوكي نتوقف لهنا العد.